منور. ويعني معلش في ظل تألقك جات لك إصابة، لكن إن شاء الله ترجع أفضل من الأول. يا رب ركن بإذن الله، إن شاء الله خير. معانا سعد سمير بقى النهارده، ويعني من المكالمات اللي كان دايما حريص سعد انه واحنا بنتكلم معاه في بدايه الحلقه قال لي انا عايز ندفت باي طريقه. ايه الموضوع بقى؟ لا ده انا صعب العلاقه بيننا اكتر من اخواتي، يعني انا ده من الناس عاملين جدا، يعني انا بقول لها على طول ان هو زي ابويا في الكوره، يعني هو على طول. يا جماعه انتوا مكبرين سعد قوي، واحد يقول لي زي ابويا والتاني يقول لي زي اخويا وهو زي اخواته تريزيجيه ورمضان صبحي، ايه الموضوع؟ هو من صغير بقى يا كابتن اسامه لازم نحطه في مكانه الصح. لا لسه 30 سنه ولا 29 سنه وشويه. بيتعب قبلي خلي بالك في بس يا كابتن، فهو من الناس اللي قريبه لينا كلنا عامه، فهو لازم ياخد حقه فعلا. من الناس الرجاله، الناس اللي هي قلبها على الفرقه، قلبها على النادي، بتخاف على النادي. فلازم ياخد حقه وهو واقف، يعني عامه مع اللعيبه الصغيره كتير، يعني زي رمضان كان تريزيجيه، حتى اللي هو على طول قريب منهم هو على طول بينصحنا، من اكبر مننا شاف كتير اتعلم، فعلى طول بينصحنا على طول في ظهرنا وبيتكلمنا. وهو سبب، يعني سبب بعد ربنا طبعا ان انا طلعت من الفتره اللي انا كنت فيها، بكلامه معايا على طول، على طول كان في ظهري بيقول لي اتمرن، خد على نفسك، حقك هيجي لك، وكان من الناس اللي هي مؤمنه بيا جدا. وكان بيحصل مواقف كتير انا درستها متاخر منه، بس هو من الناس فعلا اللي انا بعزها واللي هو ليه مكانه كبيره، هو من الشخصيات المهمة جدا في حياتي. سعد يعني أنا ندفد من الناس اللي الحمد لله يعني كان ليها وجهة نظر فيها من زمان، زي ما في ناس كبيرة كان ليها وجهة نظر فينا. لعيب كبير من صغره، هو لعيب كبير عنده شخصية، عنده شخصية النادي الأهلي، بحب النادي، مخلص للفرقة. أنت بتحاول يعني تستنقل الشخصيات دي تضمها ليك للمجموعة اللي أنت عايزها تشيل النادي الأهلي. نعم. بتضمها لوليد سليمان، لحسام عاشور، لأحمد فتحي، لشريف إكرامي، كان نجيب بقى موجود وسعد والمجموعة بتاعتنا مع مؤمن، مع وليد سليمان. فالمجموعة دي كلها أنت بتحاول تدخل العنصر اللي زي نيدفيد، عنده شخصية، عنده كورة، ديفندر مختلف عن الديفندرات اللي في مصر، أنا بشوفه كده دايماً. بس كان ساعتها لما كنا بنتكلم على السوشيال ميديا وبنتكلم عن كانوا مسمينه كريم حسام البدري. لا افتكر الفتره دي لو هتحسب ان ده جمهور الاهلي ان لعيب اتعرض على موقف حصل ضايقني انا شخصيا مع انه ما يخصنيش، لعيب يتعرض على موقع بيع، دي كان من الحاجات اللي اثرت فيا جامد وفينا جامد. من السلبيات اللي حصلت في الوقت ده في الميديا كابتن اسلام، ان اللعيب بيبقى عارف ان في لعيب بينتقد، انت كلاعب عارف ان الكابتن اسلام بينتقد. من الحاجات اللي عملت حساسيات اللعيبه ابتدت تبعد عن بعض. فانا سايبه عشان انا او ابعد عنه، انا مش عايز انتقد. الناس بتنتقده، الناس الفتره دي مركزه مع سعد، فانا بعيد عنه. احنا بنحس، انت كلاعب بتحس، وده لعيب صغير ولسه طالع قدامه مستقبل كبير، وده لعيب كبير بس محتاج ياخد بس الفرصه في توقيت صح، محتاج. فانا كان بالنسبه لي اخويا الصغير، وهو عارف هو ايه علاقته، انا علاقتي بيه، هو اخويا الصغير، انا بتمنى له التوفيق، يرجع من الاصابه الفتره اللي جايه. هو لعيب كبير عنده شخصيه، هيرجع ويرجع احسن من الاول، وهيلعب في النادي الاهلي وهيشيل النادي الاهلي وهيبقى اضافه لمنتخب مصر. ده مش ده حقه، ده مستواه الطبيعي، واحنا كلنا بنقوم بدورنا سواء تجاه النادي او تجاه بعض كلاعيبه. لكن نيدفيد من الناس اللي اخويا الصغير ومن قريب من قلبي جدا، وهو عارف انا بحبه قد ايه، وبتمنى الفتره الجايه يرجع احسن من الاول ان شاء الله، هيبقى من اقوى الاضافات لما يرجع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ندفد يعني لو عايز تطمن جمهورك عليك دلوقتي تقول لهم ايه؟ يعني قدامك قد ايه؟ هترجع امتى؟ ان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى في التدريبات الجامعيه امتى؟ والله يا كابتن اسلام لحد دلوقتي ما فيش ميعاد معين ان انا ابدا انزل في التمرينات، بس هي خلاص يعني انا بفنش العلاج الطبيعي الحمد لله، رجعت من المانيا الدنيا كانت كويسه. الفتره دي بفنش الحمد لله، يعني بسبب ربنا اكون موجود في الملعب ابدا اجري ان شاء الله. الامور ماشيه بصوره طبيعيه ان شاء الله الفتره الجايه. الاصابه صعبه طبعا يا ندفت. طبعا يا كابتن اصعب حاجه اللي الكوره انه يبعد عن الملعب، فتبقى الفتره دي صعبه عليه، بس ده جزء من الكوره وده جزء من حياتك يعني. الاصابه طبعا، فلازم انه احنا مجهزين نفسنا ليها في اي وقت، الاراده والعزيمه وان احنا نبقى عايزين نرجع، دي كتير خلينا نرجع تاني ونبقى موجودين. لكن هي فعلا فتره صعبه جدا عن اي لعيب كوره، يعني هو يبقى بعيد عن الملعب بالذات لما تبقى اصابه تخش في الشهور، فالموضوع صعب عليه. يا رب نتمنى لك كل التوفيق يا ندفت، تكون معانا. تجيب الفلوس اللي عليك قبل ما ترجع بقى. اسمع يا كابتن، الفلوس اللي عليك تجيبها قبل ما ترجع. مجهزها لك يا كابتن. خلاص ماشي.
فلوس عايز منه كام؟ عايز منه كام؟ لا حاجه بسيطه. كام يعني؟ مش مهم بقى عشان ما تحسدش على الهوا. خد منك فلوس في المانيا اكيد. قال لي ده انت جبتها ولا ايه؟ لا ده كده لقطتها بس. اه والله خد بالعمله الصعبه. بالعمله الصعبه كمان. بالعمله الصعبه؟ لعلمك بقى انا عرفت دلوقتي هو مصمم ان هو يجيبك على التليفون ليه؟ عايز فلوسه. عايز حقه بجد. اه طب هترجعها له امتى يا ند؟ كريم فرحه الاسبوع الجاي فنبارك له على الهوا. اه فرحه الاسبوع الجاي. مبارك له على الهوا ان شاء الله كده يبقى وش السعد ان شاء الله كده ويتم له بخير. ويفرد وشه في الفرح اهم حاجه. اهم حاجه تضحك بس صحيح. واوعى تسمي ان شاء الله ربنا يكرمك وتجيب ولد او بنت بس لو جبت ولد هتسميه ايه؟ لا ما اعرفش يا كابتن الله ما فكرتش لسه ما فكرتش في الموضوع ده؟ هو خلي بالك اسم كريم نفسه يعني اسم يعني كريم وليد هو اسمه كريم وليد كريم وليد اه فالاسم فرفور قوي هيثم كريم وليد يسمي بقى جابر يسمي بقى يسمي اسمه قوي يعني ممكن هيثم وكريم وليد لا مش لدرجة هيثم يعني اصل خلي بالك كريم عاقل اه هو يعني هو شخصيته عاقله يعني فهيسمي اسمه متزن يعني هيسمي اسمه متزن متزن اه رايك طبعا انا كده هو مين اللي هيسمي غيري الفلوس اللي عليك بس اهم حاجه قبل الفرح عشان الواحد لما بيخش في الفرح بينسى اه فالفلوس اللي عليك انا مجهزها لو ما يرجع على طول انا بشكرك جدا والف الف مبروك يا كريم وان شاء الله تبقى وش الخير عليك ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه شكرا جزيلا لكريم ندفد او كريم وليد